نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، ونعوذ بجلاله وجماله سبحانه وتعالى أن نكون ممن أذلهم وأهلكهم. نسأله العافية والنجاة به وإليه سبحانه جل وعلا. نعود بحول الله مرة أخرى إلى كتاب الله جل وعلا، من قوله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فهذه الآية الجديدة التي نقف عليها اليوم بعد ما سبق بيانه من قوله جل وعلا ود كثير من الكتاب، أقصد الجديد قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آية تأمر بالعمل، بين آيتين تقريريتين. يعني هذه الآية العجيبة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة التي تكررت في كتاب الله كثيرا، وتكرار آيات العمل كطلب منا الخدمة، العمل اطلبوا العمل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ونتلوها شكلا أو مضمونا أو هما معا كثير في كتاب الله جل وعلا. قلت واردت بين آيتين تقريريتين، تقريريتين يعني كتعطينا واحد الخبار واحد الحقيقة. الآية الأولى هي التي ذكرنا قبله: ود كثير، يا ربي تلك قرر لنا ويخبر لنا هالطبيعة ديال الكفار في علاقتهم بدينكم وفي علاقتهم معكم من حيث أنتم مسلمون. ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، السبب علاش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق من دينكم، فاعفوا واصفحوا. وقد تبين ما قصد بهذه العبارات كما أورده المفسرون، فاعفوا واصفحوا أي لا تهتموا بذلك كثيرا ولا تقيموا له وزنا فإنه لن يضركم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فالله عز وجل سيكشف الحقائق بنصركم وبتسليطكم عليهم أو بهدايتهم أو بأي سبيل من السبل أو بقيامة أو بإقامة القيامة أو غير ذلك من الاحتمالات التي هي في قدرة الله، وقدرة الله لا تنحد، إن الله على كل شيء قدير. إذن هذا تقرير ربك، أعطينا أخبار ديال الطبيعة ديال الكفار فعلقتهم بكم من حيث أن أنتم مسلمين، كيفاش كينظروا لكم بصفتكم مسلمين. ثم ذكر أمرا بالعمل وأعطانا الأمر بالعمل، وعاود جاب لنا واحد الآية من بعدها كتعطينا تقرير، وهي قوله جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، وقالوا أي اليهود النصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا هذا عاود تقرير آخر كيقول لك وديها الكفار اش راه يقولوا، يقولوا بأنه هما اللي على حق. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال المفسرون أي وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. ماشي معنى الكلام يعني أنهم اتفقوا بيناتهم بجوج كيقولوا اللي كان يهودي يعني النصارى يأمنوا باليهودية وبالنصرانية واليهودي يأمنوا بالنصرانية واليهودية،
هذا غير حاصل. حتى وإن ظهر في بعض الأحيان ذلك في الظاهر فإنما هو سياسات، أما المعتقدات فلكل معتقد. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء في الآية الأخرى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، أي كل واحد يتلو الكتاب الذي أنزل عليه بما حرف، بما حرف. فالحقيقة هي فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طيب، هذا جدل، جدل ديني حضاري، كل واحد يلغو بالغاه. فاليهود يقولون مقالتهم، والنصارى يقولون مقالتهم، مقالتهم. وبين اليهود والنصارى فرق كثيرة، فرق اليهود كثيرة وفرق النصارى كثيرة، بعضها يلعن بعضا وبعضها يكفر بعضا، هذا معروف في علم الأديان المعاصر وفي تاريخ الأديان القديمة. إذن وضعهم أنهم يحسدون المسلمين، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حاسدا من عند أنفسهم. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني وهو أنه يزعمون أن الآخرة لهم وحدهم، كل فريق بما لديهم، كل حزب بما لديهم فرحون، فكل أهل دين بما لديهم فرحون أو معتزون، ويظنون ويعتقدون بأنهم هم على صواب وأن غيرهم إلى النار. شيء العجيب أن الله عز وجل ما قال لنا شراء أنتم اللي على حق، هذه بديهية في كتاب الله، ولكن قال لنا الله تعالى ما تديوهاش في ذاك الشيء، خدموا. قال بين آيتين تقريريتين، الأولى كتخبرنا والثانية كتخبرنا، في الوسط قال أنتم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا الترجمة ديال فاعفوا واصفحوا، أي لا تشغلوا بالكم بخرافاتهم وخزعبلاتهم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم هو الآخرة. هما راه يقولوا بالكلام، وقال كلام وقالت اليهود، ذلك قولهم بألسنتهم وبأفواههم، تلك أمانيهم. ولكن الذي أريد منكم يا عبادي إنما هو العمل مش الكلام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا غادي يلقى الأثر ديالو، هذا هو الجواب، الجواب ديال اليهود والنصارى، صلي وزكي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون، الخدمة العمل بصير، بصير. ثم لنا مع هذه الآية العلامة وقفة أخرى، ما من موقف حرج في كتاب الله، فيما القرآن الكريم يوقف على شيء موقف حرج على المستوى النفسي أو المستوى العقدي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى المصائب النازلة بالمسلمين، كيعطينا واحد الدواء واحد معاود ديما نفس الوصفة، وهي هذه الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأعمال في الإسلام كثير، بزاف ديال الأركان كاينه، خمسة ديال الأركان، ثم من بعد الأركان الواجبات كثير، ولكن رب العالمين كيجيب لنا جوج يقرونهما معا لا يفصل ولا يفرق بينهما، الصلاة والزكاة. فإذا هذا التمني الكفري، هذا التمني اليهودي أو المسيحي الصليبي العالمي وعبر التاريخ، الكيد بصفة عامة، كيد الآخرين وكيد الحضارة الأخرى لحضارة الإسلام عبر التاريخ، هل يضركم في شيء؟ قد يضر، ولكن إذا أخذتم بشروط العمل فإنه لن يضركم. مش يعني الأمة مترخية عن العمل، هالكة فانية كسولة خبثت أنفسها وتقول نحن أفضل منهم، طبعا لا، ولكن الأفضلية تكون بالصلاة والزكاة. ومازال يعني سنتحدث عن النكت واللطائف العلمية بحول الله التي هي مكنونة في الجمع بين الصلاة والزكاة، وإنما قبل ذلك نتحدث عن العمل. فالأمة تميزت بعملها، وإلا فلا قيمة لا إن لم تتميز بالعمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم،
التقوى هي التي ترفع الشخص أو تضعه، والتقوى هي التي ترفع الأمة أو تضعها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما سلط الكفار على المسلمين في التاريخ إلا في لحظة لكتكون الأمة الإسلامية قد تهاونت في أداء حق الله وحق الناس، لأن هذه العبارة ديال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فيها حق الله وحق الناس. فحق الله المحظور يعني صافي 100% متمثل في الصلاة، وحق الناس متمثل في الزكاة. فضمن جوج الحقوق أضمن لك العزة والنصرة. حقوق الله تؤدى في البلاد بين العباد، وحقوق الناس تؤدى بين العباد. تلك أمارة العزة وعدم تأثير أي جهة على المسلمين في العالم. ما هزم المسلمون وما غلبوا وما أذلوا إلا بسبب غياب هذين معا، غياب حقوق الله بينتهم وغياب حقوق المسلمين بينتهم، فيسلط عليهم الأعداء. ثم فعلا ذلك الحسد حسد من عند أنفسهم يضر بسبب يعني الأذى الذي يلحقونه. أنا إذن لأنه الحسد كيولد الأذى، وهذا الذي هو حاصل في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. وأيضا حتى التأثير بين قوسين كما نعبر اليوم الإيديولوجي، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الإعلام الآن يقول هذه الحقيقة، يقول إن بشكل ديني أو بشكل آخر مدني، لما يقول لك إحنا المتقدمين، إحنا الحضارة، نحن مركز الأرض، ولذلك ضعف المسلمون والتحقوا بهم في أخلاقهم وألبستهم وعلاقاتهم الاجتماعية وإشكال الحياة بصفة عامة، لأنهم كيعتقدوا مع أسف أن الآخرين أفضل، سبب التأثير السيء الذي لهذا الإعلام الآخر، إعلام الآخر عن الإنسان، إعلام ديال الأخرين ديال اليهود والنصارى. أفقدون الثقة في أنفسنا وفيما عندنا من قيم ومن حضارة، وما كنا لنفقد هذه الثقة بأنفسنا وبالله لو كنا فعلا على وزان قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وما تقدموا لأنفسكم ماشي لغيركم، ما كنعطيو الله والو، سبحانه هو الغني جل وعلا. يا أيها الناس إن أنتم الفقراء إلى الله، نحن الفقراء والله عز وجل هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فلذلك كل ما يقدمه المسلم فردا كان أو مؤسسة أو مجتمعا فإنما يقدمه لنفسه، المستفيد عمليا وحضاريا وعمرانيا من الدين ومن العمل، من العمل إنما هو الإنسان. وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله كما في الآية الأخرى هو خيرا وأعظم أجرا. وهنا إن الله بما تعملون العمل بصير، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. يجازيك في الدنيا ويجازيك في الآخرة، لأن الأعمال حل قوانين ديال الطبيعة، فهي أيضا سنن الله عز وجل. الأعمال سنة الله في الاجتماع، كما أن لله سننا في الطبيعة، في النبات، في حركة الأفلاك، في الشمس والقمر، في الجاذبية، في الفضاء، كذلك في الاجتماع الإنساني يعني في العلاقات الاجتماعية وفي حركة التاريخ الإنساني في الأرض فيها سنن، فيها قوانين كتحكمها. الله عز وجل جعل من أعلاها العمل. الوقت اللي دخل الاستعمار لبلاد المسلمين يعني كانوا في واحد الحالة يعني مخيفة فعلا، فيما بينهم وبين أنفسهم وفيما بينهم قبل ذلك وبين ربهم، كانوش بخير. وما كان الله ليسلط عليهم العدو بتلك الصورة التي كانت لولا أنهم فعلا قد فرطوا في حقوق الله وفرطوا في حقوق الناس. وهذا الشيء يعني مازال إلى عهد قريب كان كيتذكر، ما تحتاجش فيه كاع كتب التاريخ، يعني كاين اللي يعني عقل على شي حاجة من ذاك الشيء، كاين اللي يعني يروي عن أبيه يعني غير الجيل الآخر كانوا عاشوا شيء من هذه الحقائق، أما الأجداد فقط كانوا في قلبي تلك الحقائق، يعني في الظروف اللي دخل الاستعمار المغربي قبلها بقليل وفيها بالضبط، يعني أشياء غريبة. يعني الصلاة هادشي أنا نسينا بقي يعني في الأربعينات من العمر ديالي، الصلاة يعني في أواسط الستينات وبداية السبعينات كانت شيء نادر في الناس، قليل اللي كيصلي، شي اللي حلت علينا عيني قليل اللي كيصلي، شيء غريب جدا.
الصلاة يعني واحد العمل نادر، والزيت تلقى فيه ثلاثة أربعة الناس. شي غريب، المسلمون لا يصلون، بل أفظع من هذا. يحكي عدد من العلماء من بينهم المختار السوسي الله يرحمه، عالم سوس والوزير الأسبق ويعني المؤلف والعالم الأخير وغيره، غيره مش غيره. وسمعت أيضا من بعض العلماء هنا في مكناسة وفاس، يعني في الوقت ديال الطلب طلب العلم فاس، أنه في القرويين وفي غير القرويين من المعاهد الدينية طلبة العلوم الشرعية اللي المفروض غادي يوليو هما العلماء، هما غيوليو العلماء كيجلسوا يقراوا العلوم الشرعية. هذا الشيء في اللحظة ديال يعني قبل دخول الاستعمار ومع الاستعمار، في اللحظة ديال الاستعمار وقبل دخول الاستعمار كيقراوا الدين، كيقراوا الإسلام يعني العلوم الشرعية في المسجد قلب الجامع. ملي كيأذن كيخرجوا كيصليوش، يعني إذا كان هذاك اللي غادي يداوي البلاد مريض، ماذا تريد لهذه الأمة أن تكون؟ إذن هذه شهادة تاريخية مكتوبة بوثائق الآن، كتعرف يعني الأمة كيفاش كانت هالكة خاربة خربة. أما الزكاة خلاص حديت ولا حرج، يعني الآن الحمد لله تحدث يقظة لا شك في ذلك. الخراب في البلاد كبير على المستوى الخلقي والديني، ولكن اليقظة موجودة الحمد لله. الإقبال على المساجد يتزايد، والإحساس والوعي بحق الله جل وعلا في الزكاة يتزايد ولله الحمد. شيء كبير جدا. جاني واحد الحيسوب، كان ترجموا هكذا كونطابل، يعني واحد الحيسوب جاء عندي بارك الله فيه، عجبني بزاف. قال لي ودي هذه مدة يعني قريب، يعني مدة على كل حال بضعة أشهر، وهذا مؤشر أنا بالنسبة لي مهم جدا، ونقلة نوعية فصل المسلمين فصل المغاربة مهم جدا. جاء طلب مني واحد جلسة عمل باش نقدم معاه واحد العدد ديال الزكوات ديال واحد العدد المؤسسات والشركات. لأول مرة كيطلبوا منه باعتباره هو الحيسوب ديالهم يخرج لهم الزكاة، ما عرفش عنده الحق ما يعرفش، مع الأسف زعما خصو يعرف، ولكن عنده الحق ما يعرفش، لأنه التكوين الاقتصادي ديال المؤسسات أو ديال كليات الاقتصاد اللي كتقرر ما كتخرجش هذا الشيء، فما عندوش تكوين في هذا الشيء. هذا فشيء طبيعي أنه ما يعرفش، ما كلموش أنه ما يعرفش. ولكن أنا بالنسبة لي شيء عجيب جدا أنه هذا السؤال كيتطرح، بمعنى أنه واحد عدد ديال الشركات عدد ديال المؤسسات ما كانوش كيخرجوا الزكاة وبداو يخرجوا الزكاة. فإذا هذه حالة صحية ويقظة روحية. معنى ذلك إذن أننا إذا أصلحنا أمرين، العلاقات التعبدية والعلاقات الاقتصادية، إذا تصلحت في البلاد بإذن الله يقوى النسيج الاجتماعي ديال الأمة، وتنزل البركة والرحمة والمنع من الله عز وجل. يعني الله تعالى كيحمي البلاد ويحمي الأمة ويقوي النسيج الاجتماعي بواحد الشكل لا مثيل له. جوج ديال الأمور، تصلح العلاقة ديال الناس مع الله عز وجل، وتصلح العلاقات ديالهم بيناتهم، وأساس العلاقات بيناتهم تصلح العلاقات المالية بين الناس. من أسوأ ما خرب بين الناس الآن العلاقات المالية، يعني ديك العلاقات اللي كتربط الناس ما يتعلق بالمال، يعني الأكرياء والإيجارات والمهان وكل الأنواع ديال العلاقات المالية والبيوع العقود بصفة عامة، كل أنواع العقود مع الأسف الفساد غالب عليها. الناس فقدوا الثقة في العلاقات المالية بين الناس، يعني حد ما بقى يسلف حد، حد ما بقى يكري لشي حد، في البيع ديما حاضر راسك مشي ياكلوك، يعني واحد الحالة مثيرة جدا. أصحاب المهن مشكل، يعني أصحاب الاختصاصات مشكل، يعني شيء غريب جدا. أنا بالنسبة لي ما بقيش شي قطاع اللي كنعرفه ما دخلوش المرض ديال العلاقات المالية الفاسدة مع الأسف. حتى قطاع التعليم اللي كان إلى حد قريب نقي دخلوا الفساد. فإذا مشكل كبير. يعني كان واحد الوقت كان الطبيب شخص عنده واحد لهالة في المجتمع، اللي قالها الطبيب يعني 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 كأن أقول كأن لها طابع القداسة، لأن العوام مع الأسف ولو كيشكوا في الطبيب، لأنه حالات 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 ديال الفساد وقعت مالية. ودابا كنعطي المهن اللي كانت يعني إلى عهد قريب نقية، أما الفساد في المهن الأخرى بكري يدخل، ماشي زعما جبت هادو أنا باش نحقرهم، كلا أنا خدام في التعليم، ولكن كنبين بأنه زعما هادو كانوا موقرين إلى عهد قريب، كان الأستاذ أو المعلم باقي موقر والطبيب موقر، الآن ما بقاش موقر، قال كله يستهزئ به يسخر منه ولا ثقة فيه.
يعني يعني اما يعني الصباغين والحدادين من بكري دخلوا الفساد هذا. فالمشكل إذن انه العلاقات الماليه فسدت. لما كتخسر العلاقات الاجتماعيه تعرف واش كيوقع؟ كيتمزق النسيج الاجتماعي. يعني داك الشيء اللي كيتسمى المجتمع كيبقى غير شكل غير صوره كينهار. فاذا المجتمع الا ما قويش في البنيه ديالو في العلاقات تشد فيا ونشد فيك، هذاك التضامن الاجتماعي التعامل تعطيني ونعطيك وتخدم لي ونخدم لك وواحد الشكل متين، كيكون المجتمع ضعيف. بحال المجتمع يبيع باه بدرهم. ولذلك يعني المجتمعات العربيه الاسلاميه الان يعني مهلوكه. يعني هذوك الفلسطينيين اللي كيموتوا شكون كيبيعهم؟ انا تسائل مع راسك. واحد ركب سيارته وفجروه، باعوا فلسطيني خوان وباعوا ماشي بعيد، وما راهم مطلعين من السماء بان هذاك اللي راكب تما هو فلان. مستحيل كيبيعوه اصحاب الارض وفي كل مكان مع الاسف. يعني علاش؟ النسيج الاجتماعي ممزق بين البلاد والعباد. فلما كتبدا الزكاه تخدم، الله سبحانه وتعالى جعل فيها بركه تعبديه كترفع الثقه في واحد الشكل عالي بالمسلمين. يخرج الطبيب الزكاه ديالو، يخرج التاجر الزكاه ديالو، يخرج الصيدلي الزكاه ديالو، يخرج المهندس الزكاه ديالو، يخرج الاستاذ الزكاه ديالو، كل من له كنز من المال، يعني من مخبع رصيد، هذا المقصود بالكنز، رصيد مالي داز عليه العام كتخرج فيه الزكاه اذا وصل النصاب. هذيك الزكاه إضافة للآثار الاقتصادية اللي راه كتخلي آثار اقتصادية جيدة في المجتمع، وراه أهم من ذلك كتخلي آثار نفسية. يعني الفقير كيحس بأنه عنده خوتو فعلا، لأنه ملي كتعطيه المال يعني ولا تراعي في ذلك إلا وجه الله إلا الدار الأخيرة، راه كيحس بواحد الراحة عجيبة. إنك تصلح حاله ودينه من حيث لا تشعر لا أنت ولا هو. ما عمرو ما يكون قاطع شفار كيقطع الطريق ويجري شي عباد الله. ملي تعطيه الزكاه اليوم وغدا ومره اخرى ومره اخرى راك كداويه. راه الزكاه دواء نفسي وروحي واجتماعي قبل ان تكون اعانه اقتصاديه. هذيك شحال من واحد عينه ضيقين كيشوف بان الزكاه فقط يعني راه كتحل مشكل اقتصادي. لا، ماشي غير مشكل اقتصادي، نعم كتحل مشكل اقتصادي، ولكن المشكل الاقتصادي عمره ما يتحل الا ما تحلش على المستوى النفسي والاجتماعي. انت شي ناس الفلوس تبدا تعطي للفقراء عمرهم ما يخدموا اصبع وعشيه ما بدين يديهم، ما غاديش يقولوا شبعنا وما يخدموش. تبغى تجي تخدم يقول لك لا ما نخدمش. ولكن لما كتبدا تخدم الزكاه، الزكاه لها بركات خاصه. يمكن فعلا الزكاه تطور باشكال عصريه من حيث التوزيع ديالها وتحول الى مشاريع وتخدم الناس الفقراء فيه نيت كيولي مشروع ديالو وخدام فيه. لانه مع الاسف كاين مؤسسات اللي دير هذا الشيء هذا، المفروض الدولة دير هذا الشيء من قبل. يعني بيت المال ديال كان بيت المال ديال الدولة، يعني الرافد ديالو المالي رقم واحد هو الزكاة. فكان كيتحل المشاكل ديال المجتمع وديال الأمة وكتطلع الحضارة ديال المسلمين بناء على هذه الفريضة اللي هي ركن. ماشي ربي غير هكاك دايرها ركن، وتكلمنا على قيمة الأركان شنو هما. ركن ماشي غير فرض، كاين الفرض وكاين الركن. الركن أعلى من الفرض بكثير، والزكاة أكثر أثرا من كثير من الواجبات في المجتمع. إذا أصلح الاقتصاد وبدات الزكاة كتخدم، ما تحتاجش تحارب الربا. علاش ما تحتاجش تحاربه؟ لأن الزكاة بإذن الله كتقتل الربا، هي الدواء ديالو تقتله، لأنها منافس طبيعي فطري. منافس طبيعي فطري. إذا كان الشر موجود في البلاد دير أنت الخير. إذا كان الظلام مسيطر شعل قيدة، شعل شمعة. فذلك النور بصورة تلقائية ولو كان قليلا يملأ جنبات المكان نورا وضياء. تزكي أنت ويزكي الآخر ويزكي الآخر شيئا فشيئا. يتراجع الناس عن المعاملات الربوية، وكاين تراجع فعلا والحمد لله، وهذا الشيء نفرحوا به. كاين تراجع عن المعاملات الربوية. الى حد قريب كان الربا يعني طام، ما كاينش اللي كيفكر بانه حرام او كذا. الان كاين تراجع فيه، رغم انه كاين محاولات كثيره جدا لتعميمه تطبيع المجتمع على على الربا، ولكني ارى ان هذه المحاولات كلها فاشله يائسه بائسه ولم تنجح باذن الله عز وجل. ما تنجحش، لان المستقبل ديال الامه غادي للخير رغم الظلمات ورغم المحن ورغم الايحان. راه الخير هو اللي جاي باذن الله عز وجل. احنا مبشرات واقعيه موجوده وارقام ماديه حسيه موجوده. ف
فإذا أقبل الناس على الله وأخلصوا قلوبهم تعبدا لله، الصلاة، الصلاة هي التعبير رقم واحد لكي يعبر على العبادة الخالصة لله. الرمز الأول لتصحيح الصلة بالله هي الصلاة. فإذا كان عندنا علاقة أفقية وعلاقة عمودية. علاقة عمودية أي عالية، يعني علاقة عمودية بين العباد وربهم هي الصلاة، وعلاقة أفقية بين الناس فيما بينهم هي يعني العلاقات المالية هي الزكاة. وما ترمز إليه، لأن الزكاة يربيها الله، يربيها يعني كتولي عالية وكتنمو، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، مقصود الصدقات الزكوات. فإذا صلح في المسلمين صلاتهم وزكاتهم صلح بعد ذلك باللزوم بشكل تلقائي كل شيء بإذن الله جل وعلا. فإذا الله عز وجل قال لنا الضعف ديالكم، الضعف ديالكم صلحوا هالأدوات ديال الخدمة. قالت فيكم اليهود، هذه نيتهم مقاصدهم، قالت فيكم النصارى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن هذه المقاصد ديالهم، هذه النية ديالهم، وهم يزعمون بعد ذلك أنكم لن تدخلوا الجنة، أنتم خدموا. فزعمهم هذا ونيتهم تلك حسدا، هذه النية، الله تعالى يفضح النية ديالهم، حسدا هذا مفعول لأجله كيعطي النية، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. عندكم حق، عندكم كنز، ولكن نحن ضيعنا هذا الكنز، ضيعناه. فوجود أو حضور الدين والتدين في المجتمع بقي قليل، بقي ماشي في المستوى اللي أهل الأمة التحول الجيد والخير، لكنه يتنامى ويتكاثر، ولكن الفساد غالب كثير، لكن الخير بادي وغالب الاتجاه، لأنه كان في مرحلة أسوأ مما نحن فيه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا، ربي ما كيضيع حد، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وهذه لها دلالتان كبيرتان، فردية وجماعية، بمعنى أن هذه الآية مش غير على الأمة وعلى المجتمع كله، حتى على الفرد. أنت لقيت حياتك مخسرة، حتى حاجة ما بغت تقدلك على ذاك، يعني الحالة اللي الإنسان داري الدوشي بيع وشريان ما كتطلع شايد، تزوج ما كينجح شايد، حاجة ما كتقدلو، قد زوج الأمور، علاقتك مع ربك والرأس ديالها الصلوات. رأس العلاقة بين العبد وربه الصلاة، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت المسند إليه: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه تتمة الحديث. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، إطلاق بدون تقييد وتعميم بغير تخصيص. فإذا أصلح العبد صلاته إصلاحا، يعني مهتم بها بحال شيء عنده آلة، بحال عنده شيء سيارة خاسرة وخدم يصحح فيها وفين كاين العطب، عندي الإرف الهم ليها، ربي كيبين له العيوب ديالو، يكشف له أسرار مشكلتي ويعينه على إصلاح ما فسد من عبادتي، يا إما في الأوقات، يا إما في الشروط الدينية، يا إما يا إما، ربي كيبدي يعاونك حتى تصلح. فإذا بصلاتك صلاة، وإذا بك تتصل بالله مباشرة، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه كما في صحيح مسلم. صلح هذه، وأصلح وصلح العلاقات ديالك المالية. إذا وجب عليك زكاة خرج زكاة. طيب، واحد ما وجب شيء عليه زكاة ما عنده زكاة، يصلح في المال، كاين ما يصلح في المال، أتقن عملك. أنا صاحب مهنة، مهنة اختصاصية أو خبرة أو مهنة حرفية، أتقن. لما كتقن راك كتصلح العلاقات المالية ديالك. عندي مهنة نجار، حداد، صباغ، أو أستاذ، أو مهندس، أو طبيب، فحينما أدخل في العمل عرفت اش راك كدير. أنت الآن تشتغل في حقين من حقوق الغير، يعني إذا كدير واحد الخدمة لواحد غادي تخلص عليها، راه ذاك الوقت اللي راك خدام راه ماشي ديالك، راك بعتو، بعتو. لأن الإجارة راه ضرب من ضروب الإجارة، هذا الإجارة راك كتعطي واحد الخبرة في وقت معين لغيرك مقابل مال، مقابل مال. كان صباغي ونتقن في الصباغة ديالي، كندير الباب أو نجار أو مكتب نتقن هذاك العمل ديالي، لأنه هذيك اللحظة اللي كنشتغل فيها فأنا أؤدي حقا غيري الذي اشتريته بالمال، غادي نتخلص عليه.
الان راك كتصلح العلاقات الماليه ديالك. واحد الوهم كيوقع للناس والحرفيين بشكل خاص اللي كيغش مع الاسف الظاهره كثرت. من بين الوساوس الشيطانيه اللي تخلي الانسان يغش انه كيتوهم انه يعني كيبدا يجيه جوج الاحتمالات، اما ان اتقن العمل اما ان اغش في العمل. طيب كيقول وانا تقنت هذا العمل، شكون اللي ساق لي الخبر بانه تقنته؟ هكذا ابليس يقول لك شكون اللي ساق لك الخبر؟ لان واحد كيقول له تقن العمل باش يولي كل شيء يجي عندك. شكون اللي ساق لي الخبر انا بانه تقنته بانه العمل متقن، خاصه وان الظاهر ديالو بحال اللي متقن بحال اللي مغشوش في الظاهر ما كيبانش. والناس كلهم كيغشوا وكيربحوا بالغش، وانا غادي نتقن بواحد في وسط الناس كيندير المربح. هذا وسواس. وسواس سببه الجهل بالله. دابا انت واش كيسحب لك ملي كتقن الخدمه زعما راك كتوريها زعما اللي غادي يجازيك هو هذاك اللي راك خدمت له؟ راه غلط. اذا اتقنت العمل فان المطلع عليك ربك ورب العمل، رب العالمين الله عز وجل، فهو سبحانه راه مطلع عليك. لان قضيه الاتقان علاقه بينك وبين الله، لان هذيك فيها حق من حقوق الناس كتاديه. هذاك اللي خدمت له ساق الخبر ما ساقش الخبر ما كيهمش، اللي مهم هو يسيق لك ربي الخبر سبحانه وهو بكل شيء خبير وعليم. فلما كيسيق لك الخبر بانك اتقنت كيجازيك في الدنيا وفي الاخره. يجازيك في الدنيا يجيب لك الالاف ديال الكليان، لان الامور ديال المهن والاعمال قلوب واذواق. بحال واحد كيمشي يتعرموا الناس على واحد كيبيع الديشي، امور نفسيه، امور نفسيه. فالله عز وجل يسوق القلوب اليك، الرزق يجيبه لك، يجيبه لك اضعاف مضاعفه لانك اتقنت. ولو لم يعلم اتقانك الا ربك، ما ترفدش الهم، رفد الهم من شغلك، ما ترفدش الهم من شغل الله. يعني الكليان يجي وما يجوش هذاك ماشي شغلك، شغل رب العالمين، شغلك انت الاتقان. فاذا احسنت واتقنت فاعلم علم اليقين بان الله عز وجل لن يخسرك ولن يفقرك سبحانه وتعالى. وخذ هذه القاعده في جميع المهن وجميع الاختصاصات كما بغت تكون، ولو كانت اداريه سياسيه كما بغت تكون. من اتقن جازاه الله جل وعلا برزق وفير، وجازاه بحسنات في الاخره، وذلك افضل، وما عند الله خير سبحانه وتعالى. فمع الاسف فعلا يعني بنادم كيسحب له بانه ما كتكون عنده مسؤوليه ماليه حتى يكون غني، لا، الفقير ايضا عليه مسؤوليه ماليه. اقل المسؤوليات الماليه اقلها اللي ما كاينش اللي ما كتنطبقش عليه سوء تدبير المال. راس مالي درهم وذاك الدرهم تحسب عليه كيف صرفته. مشكلات في علم الطائفات، واحد العدد كبير ديال الفقراء يعني من السفهاء في تدبير المال ماشي ديال الاغنياء. وقع هذه يعني الناس اللي كيتعاشر مع هذه الطائفه من الناس كاين واحد المشاكل كبيره. وهذه وقعت لي وقعت لغيري. يعني واحد المره ما زلت اذكرها، جا يتسلف واحد المقدار ديال المال من واحد السيد سلفه وكيعرف يعني العائله ديالو. ملي مشى يشوف غير هكا يشوف زعما ذاك المال فين مشى لقى شنو داير. هو ما عندوش باش يعشي ولادو، ما عندوش باش يعشي ولادو، وما سلفه لاخر الا لانه عارف بانه مسكين الله يحسن العون راه محتاج. وفي نيته ما ياخذش منه هذوك الفلوس، ما يعني في نيته راه تصدق عليه ما بغاش يخبره. ملي مشى شنو لقى دار؟ عنده تلفازه بيض كحل شرا وحده كولور. هذا السفاه وما عندهم باش يتعشاو. مشكله. فهذا راه داخل في المحاسبه الماليه، سوء التدبير المالي. ما كاينش في الارض اللي ما عندوش مسؤوليه ماليه، انما حقيقه الغني كتكبر المسؤوليه ديالو كتضعف، لانه كتعلق به ماشي غير حقوق ديال الاطفال ديالو والابناء ديالو، حقوق المسلمين، لان عنده زكوات وعنده صدقات ايضا عامه. فاذا صلح هذا من امران في المؤمن صلحت حياته جميعا. والله يا اخي الكريم انت كترفع الغمه وتكشف الكربه وترتب الحياه ديالك، كترتب كتنظم بوحدها بشكل تلقائي، لانك انت شديت السوارت ديال الاداره ديال الحياه ديالك ديال 24 ساعه. نظمت العلاقه الروحيه مع الله وفي ذلك اسرار، ونظمت العلاقه الماليه ديالك، لان العلاقه الماليه لا تكون الا بينك وبين الاخرين، اما بينك وبين الزوجه ديالك والاطفال ديالك او بينك وبين المجتمع. ولا شك من ذلك شيء يكون ولو كنت مستخدما واجيرا، راه عندك علاقه ماليه.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.